أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارا جديدا خاصا بالشؤون الإفريقية تحت عنوان مجلة اتجاهات إفريقية بهدف خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة طبقا لرؤيتهم حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا وفرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية. كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء إلى حالة الطاقة في إفريقيا والاستثمارات الحكومية الإفريقية في قطاع الطاقة، مؤكدا على أن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3% سنوياً.